تعالى نتكلم كده شوية عن توزيع مصاريف الإعلانات أو مصاريف التسويق بمعنى أشمل. هي بس أقول لك إن في فرق ما بين مصاريف التسويق ومصاريف الإعلانات. تخيل كده لو أنا مثلا معايا 200، خليها 20 عشان ناخد أرقام بسيطة بحيث الناس اللي ما عندها مشكلة في الأرقام تبقى الدنيا بالنسبة لهم مظبوطة. 20,000 جنيه مصاريف تسويقية شهرية. طيب تعالى كده نقسمهم هنا، خلينا نكبر برضه كالعادة علشان الدنيا تكون واضحة بالنسبة لنا. عندنا 20,000 جنيه مصاريف تسويقية أنا باخدها من الشركة شهريا. طب هنقسمهم على حالتين. أول حالة معاك عندك 10,000 جنيه مصاريف إعلانات، تمام؟ دي كده إيه، هنقول مصاريف إعلانات. حلو. طيب عندك 10,000 جنيه تانيين، دول مصاريف ايه بقى؟ عندك 10,000 جنيه دول مصاريف تسويق، إدارة تسويق. طيب إدارة التسويق دي يعني ايه إدارة التسويق؟ تعالى كده نحط فيها أجزاء منفصلة، إدارة تسويق. طيب تعالى كده نحط فيها الأجزاء بتاعتها أو نشوف يعني ايه إدارة تسويق، يعني ايه إدارة تسويق. تمام. إدارة تسويق يعني مثلا أوراق تعاقدات، تمام، مثلا لو أنا بعمل ديل مع شركة وبعمل مصاريف تعاقدية على بانر، على رولرز، على مصاريف تخليص أوراق وما إلى ذلك، عندي مثلا مصاريف طباعة، تمام، لو أنا شغال تراديشنال أو تسويق عادي، عندي مرتبات موظفين، تمام، عندي مثلا مصاريف تانية إكراميات لجزء الطباعة، إكراميات وهنحط معاها المواصلات، تمام، دي كلها لازم مصاريف تتحط، دي كلها لازم مصاريف إيه تتحط. حطينا طباعة وأوراق وتعاقدات وإدارة تسويق مرتبات موظفين وما إلى ذلك، دي كده زي مصاريف أو دي المصاريف بتاعة إدارة الإيه؟ إدارة التسويق، إدارة التسويق، تمام؟ طيب تعالى كده خلاص أنت عندك 10,000 جنيه زي ما قلنا إعلانات وعندك 10,000 جنيه إدارة تسويق، فأنت عندك إيه مصاريف إعلانات 10,000 جنيه، عندك مصاريف إعلانات 10,000 جنيه. طب تعالى كده نحط كده مصاريف الإعلانات دي في حتة كده ونشوف مصاريف. أنا دلوقتي خدت ميزانية 10,000 جنيه، يا محمد يا عبد الله يا عال أيا كان مين، تعالى كده نشوف المصاريف دي هنعمل فيها إيه. والله أنا معايا 10,000 جنيه، تمام، مصاريف إعلانات. طب ال 10,000 جنيه دول هتصرف فيهم إزاي؟ هطلع منهم 3,000 جنيه، 3,000 جنيه، خلينا نقول 3,000 جنيه، ال 3,000 جنيه دول هشيلهم نسبة. يعني إيه؟ أنا عندي لما باخد مصاريف التسويق بطلع 70% من مصاريف التسويق مصاريف، اللي هي كده مصاريف الإعلانات، 70% من مصاريف الإعلانات، تمام؟ أساسية، تمام؟ وعندي 30% من مصاريف الإعلانات، 30% من مصاريف الإعلانات، تمام، مصروفات إيه؟ يعني كده 30% مصاريف إعلانات، تمام، غير أساسية. طيب هنا ده هيوصلني لإيه لو أنا معايا ال 10,000 جنيه؟ إن أنا معايا 3,000 جنيه غير أساسي ومعايا 7,000 جنيه شهريا. طب ال 7,000 جنيه دول هقسمهم على 3 مراحل، ادي 3، تمام، وادي 3، تمام، وادي 2000. حلو. طب عشان كده بس اللي يجي يكلمك على مصاريف الاعلانات يقول لك ليه 10,000 جنيه ليه؟ ده احنا بنتكلم في الريل استيت، ده رقم كده مبدئي، تمام. طيب ال 10,000 جنيه دول عندك 3 و3 و3. طب انا عندي ال 3,000 جنيه دول المفروض ان انا عندي بلاتفورمز مختلفه. لو انا هشتغل على كامبين، تمام، فانا هبتدي اوزع الفلوس دي على بلاتفورمز مختلفه. هنقول مثلا انت هتشتغل فيسبوك وهتشتغل انستجرام
تمام، وهتشتغل هنقول ايه جوجل. تمام طيب انت دلوقتي عندك خلاص، انا هشتغل على كل جزء من دول بشكل مختلف. فانا معايا مثلا هبتدي اصرف، هبتدي اشتغل 1000 هنا، وهبتدي اشتغل 1000 هنا، وهبتدي اشتغل ب 1000 هنا. يبقى انا ده ايه المصاريف بتاعتي، وابتدي اعمل الفلوس دي او هبتدي اشتغل على الفلوس دي على انها ايه تيست. حلو. طب التيست ده المفروض هعمل بيه ايه، او ليه بشتغل على التيست ده؟ علشان افهم طبيعة الكامبين اللي انا هشتغلها، هتبتدي تسحب مني اعلى نتيجة ايه واقل سحب او اقل تكلفة ايه. هبتدي هنا التيست ده هعرف منه اعلى نتيجة. تمام خلاص، اعلى نتيجة، اعلى نتيجة واقل تمام تكلفة. حلو. طبعا ده بيعتمد على الكوست بير ليد، انا سعر الكوست بير ليد عندي عامل ايه، وبيعتمد طبعا على الكوست بير ليد في كل حتة، سواء انستجرام او فيسبوك او تمام. طب والله انا لقيت ان انا عندي 1000 جنيه هنا بتجيب لي تمام كلاينت كواليفايد، تمام سعر الكوست بير ليد، تعال كده ننزل بدور كده تحت شوية علشان الدنيا بالنسبة لك تبقى واضحة. تمام، انا هنا عندي الكوست بير ليد اللي هو تكلفة كل عميل، تكلفة كل عميل. تمام، تكلفة كل عميل، عندي التكلفة بتاعت كل عميل تمام هنا 1 دولار. حلو، أنا عندي هنا، خليني إيه أعمل حاجة كده لطيفة، 1 دولار. حلو، يعني ده كده 1 دولار. حلو، 1 دولار. طب ال 1 دولار هنا ده وعميل كواليفايد، خلينا نفترض إن هو عميل، هنا التكلفة 2 دولار. حلو تمام، هنا عندي التكلفة في جوجل ايد 3 دولار، 3 دولار. طب هنا الكوست بير ليد 3 دولار، لكنه بنسبة 7، خلينا نقول 70%، 70% نسبة 70% هو كواليفايد. حلو طيب، وعندنا هنقول ان هو بنسبة كان مثلا بنسبة 60% هو كواليفايد، بنسبة ايه 60% هو كواليفايد. وهنقول ان هو هنا بنسبة المفروض 50% كواليفايد. حلو، هنا 50% كواليفايد. حلو طيب، هو هنا خلاص قلنا ان هو هنا كواليفايد، وهنا كواليفايد، وهنا كواليفايد. يبقى انا فهمت كده طبيعة الشغل عاملة ازاي. هنا انا ممكن اصرف في الكوست بير ريزن 3 دولار لكنه كواليفايد 70%، وممكن اصرف على المفروض على فيسبوك. خلينا بس كده نجيب الجزء ده هنا علشان الدنيا تبقى ماشيه مظبوط، ونجيب الجزء ده هنا عشان الدنيا تبقى ماشيه كده مظبوط، ونجيب الجزء ده هنا عشان الدنيا تبقى ماشيه مظبوط، ونمرج الكلام ده علشان الدنيا تبقى ماشيه مظبوط. طيب خلاص، انا هنا عندي ان انا شغال بتيست ب 1000، بقى معايا الكوست، التكلفه الدايمه، التكلفه الاجماليه او الميزانيه الاجماليه 10,000. طيب خلاص انا فهمت، انا هنا بكون في اختيارات مهمه، واقع في اختيارات مهمه. هل انا هشتغل على الكواليفايد، هشتغل على الكواليفايد الوسط، ولا هشتغل؟ طبعا انا ممكن انستجرام ما يجيبليش حاجه، وفيسبوك وجوجل بس هو اللي يجيب لي، ممكن انستجرام بس، وممكن انستجرام وجوجل، فأيا كانت النتيجه ايه. طيب خلينا هنا مثلا نقول ان انت عندك على جوجل، خلاص انا هختار نسبه الكواليفايد العاليه بس بالتكلفه الاعلى، وهختار هنا تمام نسبه الكواليفايد القليله والمفروض ان هو بنسبه اقل. طب هل هنا هاخد، هنا هاخد 8 8 سوري هاخد 3 دولار لو انا هنا خدت ب 3 دولار، لو انا هنا خدت ب 3 دولار تمام، ال 3 دولار هيجي لي في 3 عملاء هنا، ب 3 عملاء من جوجل، عملاء من جوجل. حلو طيب، لو انا هنا مثلا خدته، هو هنا سديني بهنا ب 2 عملاء من جوجل تمام. فهنا انا هلعب، هنا انا هلعب على الكم
ولا على الكواليتي؟ والله لو انا بدور على الكواليتي فانا هنا 70% ده بالنسبه لي هيكون افضل، وهنا ببتدي اخد قرار على حسب انا معايا بودجت ايه بالظبط، معايا البودجت داخله فين. طب خلاص انا هنا صرفت الكامبين وهكمل، اما هاخد قرار ان انا هاخد الكامبين جوجل ب $3 ما اخليها مكمله معايا، مع العلم ان الكوست ريزلت في جوجل بيعلى ويزيد ويزيد ويعلى على حسب الكيوردز اللي انت بتلعب عليها، لكن خليني في ستارت الكامبين هو معايا 70% كواليفايد، فابتدي اشتغل على نفس الجزئيه ونفس الكوست معايا، وهاخد الفتره دي لحد ما الكواليفايد دي ما يزيدش عن 3 ايه $3. طيب خلاص انا دلوقتي معايا العميل ده ايه اللي انا هختاره، معايا العميل ده ايه اللي انا ايه المفروض هختاره. طيب خلاص ده الكلاينت اللي انا هختاره او ده الجزء اللي انا هبتدي اشتغل عليه، خلاص انا ايه هستارت على جوجل ان ايه ده ايه الجزء اللي انا هختاره، وهكنسل الجزء بتاع انستجرام وهكنسل فيسبوك، والمفروض خلاص هشتغل على هذا الاساس. طب هل انا ممكن ادمج تو كامبينز مع بعض؟ اه ممكن اشتغل فيسبوك اسيبها واسيب انستجرام و سوري اسيب فيسبوك وجوجل واكنسل انستجرام او العكس على حسب الاستراتيجي اللي انا هبنيه. طب خلاص انا دلوقتي المفروض باقي معايا، انا صرفت هنا ايه ال 1000 و1000 و1000 والمفروض باقي معايا هنا المفروض كام؟ باقي معايا 5000 جنيه. طب ال 5000 بقى دول المفروض ان انا هصبهم كلهم ك 5000 جنيه في جوجل علشان اجيب الاوبجيكتيف بتاعتي انا متارجت منه زي ما كنا شغالين قبل كده 2 يونت تمام في 2 يونت تمام في المفروض كان ايه مليون جنيه زي ما احنا كنا بنتكلم علشان اصفي 100000 جنيه تمام علشان اصفي 100000 جنيه. طب وانا نفترض ان انا خلاص كملت بال 5000 جنيه وجبت يونت واحده، هنا يجي دور ال 30%، هيجي دور ايه ال 30%؟ يدوني كده اشاره خضراء ان ال 30% يا باشا موجودين اللي هم 3000 جنيه علشان ابتدي ايه استعملهم ان انا اتزنقت هنا حققت من الكلام ده حققت تمام يونت واحده. طب حلو اليونت الواحده دي انا كده ناقص لي 1 يونت تمام، هبتدي استدعي ال 3000 جنيه دول وابتدي اخدهم ايه هنا تمام ادي ايه ال 3000 تمام، ابتدي اخدهم علشان ابتدي ان انا ايه اشتغل عليهم، واجي اخد ال 3000 دول كده يا عمي تمام وانزل بيهم تحت هنا علشان احدد ايه الشغل بتاعي وابتدي اكمل عشان اوصل. يبقى انا اشتغلت حددت الاستراتيجي بتاعتي وفهمت طريقه البادجت ازاي اشتغلت عليها وحددت الكامبينز بتاعتي. طيب ولنفترض برضو ان انا عندي الثلاثه كامبين فيهم مشاكل، ببتدي ايديت في التيست واعدل عليهم لحد ما اوصل وبستدعي الكنود المخفيين بتوع ال 3000 علشان اشتغل عليهم. طيب تعالى كده نشوف كل يعني نشوف جزء مختلف ونشوف كده لو انا المفروض بال 5000 دول اتبقى معايا 3000 دول. تمام انا بالخمسه دول عملت دول وحققت 2 يونت تمام، حققت هنا 2 يونت تمام، والمفروض ان انا بال 2 يونت دول تمام ايه المفروض خلاص بال 2 يونت دول انا حققت ايه ال 200 ايه 1000 المكسب بتوعي ومبقي معايا تمام 3000 جنيه، 3000 جنيه دول ارحلهم تمام، يبقى ال 3000 جنيه دول يترحلوا تمام يترحلوا للشهر القادم وما الى ذلك. يبقى انت كده حققت الاوبجيكتيف بتاعتك وصفيت مكسب كبير ورحت تمام. طب لو انا مثلا حققت بال 10000 كلهم بالتيست بكل حاجه يونت واحده بما ان انا استدعيت كمان ال 3000 بتوعي، يبقى انت كده وصلت تمام لو انا هنا نقطه ايه تعادل زي ما كنا بنتكلم في المره اللي فاتت التعادل.
نقطة إيه التعادل. دي طريقة حساب البادجت بتاعتك لما تاخدها علشان تبتدي تشتغل. أنا واخد 10,000 جنيه عشان أحقق 2 يونت، اليونت بمليون جنيه عشان يجيب لي مكسب صافي 100,000 جنيه لكل يونت ب 200,000 جنيه، نقطة التعادل بتاعتي 100,000 تمام، والمفروض إن أنا هشتغل على 70% من البادجت وأشيل 30% علشان يديني ألارم إن أنا عندي مشكلة لازم أعدلها. حاول تحسب البادجت بتاعتك ان كيس على البروجكت بتاعك وين اديت عليها ونشوف لو عندك مشكلة نبتدي نحلها.